النووي هو يحيى بن شرف بن ميرا النووي نسبه الى نوى من قرى حوران بسوريا الامام الفقيه الشافعي المجتهد من مصنفاته رياض الصالحين والاذكار والمجموع شرح المهذب ومنهاج الطالبين وغيرها من المصنفات كان زاهدا ورعا منكبا على العلم توفي رحمه الله سنه ست وسبعين وستمائه من الهجره وله خمس واربعون سنه